وفي نينوى نظم عدد من الأهالي هناك وقفة احتجاجية في مدينة الموصل مطالبين بالكشف عن مصير آلاف الذين فقدوا إبان حرب التحرير. وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية طالبوا الحكومة المركزية بضرورة تشريع قانون لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري وتعويض أهالي ضحايا تغييب قسرا وفتح تحقيقات موسعة في عموم البلاد لإنهاء هذا الملف. أني ما أمرأة صاحبة أربع بنات يتيمات من 18-12 سنة أطفالي، لا عندي مسكن لا عندي معيشة، إلى متى؟ والله فقد زوجي دام كان بفوجة ثالث طوارئ شرطة كان وفقد لحد لا أعلم ولا خبر، فان فقد بين الميثاق وبين حي الوحده وصاحب اربع اطفال ورجال بريء، فاحنا نطالب رئيس الوزراء ونطالب الامم المتحده، ها في ناس ابرياء وصاحب جهال صاحب اربع اطفال وما نعرف عنه اي شيء، المفروض يساعدونا هذول الاولاد مفقودين مثل ما يقول، ماكو كل شيء ماكو، الله وكيلك. يعني انا صار 7 سنين في صرح واجي ما خليت مكان وما لقيت. احنا نريد اولادنا حتى لو ميتين من جوعنا، نريد اولادنا، يعني اني 3 ولاد، واحد عنده 4 اطفال، واحد اعزب، واحد عنده ولد واحد، يعني واحنا هاي مصيرنا شنو؟ يعني يقولون طيبين، وين ودوهم؟ جوا القاع، فوق القاع، بالسجون السريه.